أعزائي طلاب الصف الأول الإعدادي، معانا النهاردة حل تدريبات كتاب جيم 2021، الكتاب الجديد تيست 1، الاختبار الأول بيزد أون يونت 1، على يونت 1 على الوحدة الأولى، هتلاقوه في صفحة 56. طبعا السؤال الأول بيقول لي listen and choose the correct answer. طبعا السؤال ده خاص بالاستماع، هشوف هيكون في نهاية الكتاب. السؤال الثاني complete the following dialogue، أكمل المحادثة الآتية طبعا بين باسم ومازن. باسم بيقول who is your best friend مازن، من افضل صديق لك يا مازن؟ طبعا قال له he is ايمن، هو يكون ايمن. قال له how نقط is he، هنقول how old، هتبقى الاجابه الاولانيه old. قال له he is 13، he is in the same classroom، ومعايا في نفس الفصل. قال له what are his نقط subjects المفضله، هنقول له favorite، هتبقى الاجابه الثانيه favorite subjects مواده المفضله. هيقول له he likes science، هو بيحب العلوم and maths، ده المواد المفضلة اللي بيحب العلوم والحساب. باسم قال له and what is his favorite نقط، هيقول له sport، favorite sport، رياضته المفضلة ايه؟ sport. قال له he likes basketball، يبقى هنا رياضته المفضلة الإجابة رقم 3 هتبقى sport، و3 هنقول likes basketball، هو بيحب كرة السلة. باسم قال له is he tall، هل هو طويل؟ هيقول له yes he is، يبقى الإجابة رقم 5 هتكون is. بعد كده القطعة القطعة طبعا read the following عن بنت اسمها هايدي. هايدي is a story of an orphan girl، قصة بنت يتيمة. she goes to live with his her grandfather، بتعيش مع جدها. her grandfather جدها is an old man، رجل عجوز. he lives in a small house، بيعيش في منزل صغير. in the mountains في الجبال. and he has، وهو عنده طبعا lots of goats، العديد من الماعز. هايدي sleeps in a bed، بتعيش في سرير. in the attic في الصندرة of the house، صندرة المنزل في قمة المنزل. she drinks goats، بتشرب goats milk، لبن الماعز. and eats bread، وبتاكل الخبز. and cheese، والجبنة. every day، كل يوم. she walks in the mountains، بتمشي في الجبال. with مع the goats، مع الماعز. her grandfather، وجدها. and her friend، صديقها بيتر. she sees birds، بتشوف الطيور. and flowers، وزهور. she، وهي is very happy، هي سعيدة جدا. but one day، في يوم من الأيام. هايدي أنت، عمة هايدي arrives، وصلت. and takes her، خدتها to the city، للمدينة. هايدي doesn't like the city، ما بتحبش المدينة. and she is very sad، حزينة to be away from her grandfather، جدها بيتر. and the goats، هايدي has lots of، طبعا مش عايزة أكون بعيدة طبعا هنا عن جدها والماعز وبيتر. هايدي طبعا هاز لوتس اوف ادفنتشرز، لديها العديد من المغامرات في المدينه. السؤال الاول بيقول وير داز هايديز جراند فازر ليف، انا عايش جد هايدي، هنلاقيه طبعا هتلاقوه اهو، هتلاقوه في اجابه القطع اللي هو طبعا نمبر 1. هنقول هي ليفز ان ذا سمول هاوس، بيت صغير. ان ذا ماونتنز في الجبال، هتلاقوها الاجابه رقم 2 تاني سطر على طول. السؤال الثاني بيقول لي وير داز هايدي سليب، انا تنام هايدي، هنقول كده الإجابة برضو رقم 2 أهو، هتلاقوها هايدي sleeps، تنام. in a bed، في سرير. in the attic of the house، في صندرة المنزل. why is هايدي sad، ليه هايدي حزينة؟ هنقول طبعا لأنها هتكون بعيدة أهو، هتلاقوا الإجابة في السطر قبل الأخير. she is very sad to be away from، تكون بعيدة her grandfather، جدها وبيتر. and the goats، والماعز. بعد كده choose the correct answer. هايدي lives with her، هايدي بتعيش مع طبعا her grandfather، جدها. دي الإجابة الأولى. هايدي doesn't like، هايدي لا تحب طبعا، ما بتحبش the city، المدينة. the underlined word، الكلمة اللي تحتها خط هي refers to، تشير إلى، بتشير إلى طبعا هايدي، بتشير إلى هايدي. دي الإجابة تبقى هايدي. بعد كده choose the correct answer. your mom or dad's grandfather، جد أبوك أو أمك. is your طبعا great grandfather، جدك الأكبر great grandfather. كانت and Ali are twins، توأم. النقط is a game for two people، لعبة لشخصين، بتبقى قلة تشيس الشطرنج. بعد كده when her parents died in an accident، لما ماتوا في حادث. she become an orphan، يتيمة، هتبقى الإجابة orphan، يتيمة. I can't climb this نقط because it's very high، ما أقدرش أتسلق إيه لأنه عالي جدا، يبقى mountain، الجبل. سلوى works hard to، طبعا نقط her dreams، أحلامها، يبقى achieve her dreams، تحقق أحلامها. آخر صفحة I not every day to be fit، يبقى I train، بتدرب كل يوم علشان أكون fit، يعني لائق بدنيا.
السؤال اللي بعده my friend and not parents come to watch me playing the school انا بلعب في المدرسه يبقى and their parents عايد على their parents طبعا عايد على الاصدقاء ضمير ملكيه مازن اند اي اولويز نوت تو سكول اون فوت يبقى اولويز طبعا اسم جمع مازن وانا اسم جمع ياخد جو فقط ياخد جو بس مصدر ليه مازن اند اي نوت يور ليتل براذر لايك ميلك طبعا يور ليتل براذر اخوك الصغير ده اسم مفرد يبقى ياخد دز يبقى نسال بدز ريد اند كوركت اقرا وصحح ذيس بوك بيلونجز تو الي يبقى اتس هيز ما ينفعش هم هنصحح هم وهز عشان هز عايده على الي نمبر 2 اي اولويز ليسن لا ما ينفعش اي اولويز ليسنز هنخليها اولويز ليسن عشان اي بتاخد المصدر نشيل الاس هتبقى الاجابه ليسن فقط بعد كده زاد بين از مي هنخليها ماين ميلكي ام اي ان اي هتبقى ماين ميلكي ام اي ان اي بعد كده دو يور فريند لا طبعا ما ينفعش دو يور فريند لان يور فريند اسم مفرد هتبقى داز يور فريند داز يور فريند الماضي يبقى هنخلي الاجابه دي داز والاجابه دي هتبقى ماين زي ما احنا شايفين كده اللي اجابه رقم 3 و 4 3 هتبقى ماين و 4 هتبقى داز